بسم الله الرحمن الرحيم. في الفيديو ده هعلمكم ازاي تستخدموا برنامج كيو ديكشنري، اللي هو برنامج ترجمة انجليزي عربي كده. اهو البرنامج، بنفتحه ونكتب، بيترجم كلمات صغيرة، مش بيترجم كلمات طويلة وكبيرة كده أو جملة بحالها، لأ بيترجم كلمات صغيرة. مثلا لازم الكلمة تظهر معاك كده زي جوجل ما بيطلع لك خيارات، لو ما ظهرتش ما تحاولش ان انت تترجمها ولا تدوس على البحث، ساعتها مش هيظهر لك اي حاجة. وفي نطق كمان، اهو بيترجم كمان عربي، ده من انجليزي العربي، بيترجم كمان من عربي لانجليزي. لازم الكلمة تظهر كده زي جوجل ما بيظهر الحاجات، بيجيب لك خيارات كده اهو. attach seed pip passion love liking ممكن تبطأ وتسرع، وممكن تبطأ وتسرع الصوت بتاع النطق. هنا سرعة نطق الكلمات على 5، يبقى كده قياسي، كده بطيء. اهو seed pip passion ده كده البطء، كده سريع. passion 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 هو ده طريقة استخدام البرنامج. في أي كلمة لازم تظهر لك كده زي جوجل، ولو ما ظهرتش ما تدوس على البحث عشان مش هتظهر، عشان مش هتترجم. بس ملحوظة، ده البرنامج ده الإصدار القديم، بس على جوجل بلاي في الإصدار الجديد، يعتبر هو هتستخدمه بنفس الطريقة، يعني يعتبر مفيش اختلاف غير في الشكل بس. دي كانت طريقة استخدام البرنامج اللي هو كيو ديكشنري. ف بيبقى فيه إصدار أحدث في جوجل بلاي، يعني مش بيبقى بنفس الشكل ده، لكن بيبقى شكل مختلف، لكن المضمون هو. ف كده وصلنا لنهاية الفيديو. لو عجبكم اعملوا سبسكرايب للقناة واشتركوا فيها وفعلوا زر الجرس.